بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اليوم نكمل حديثنا عن أنس. أنس حبيب المصطفى، أنس رفيق المصطفى، أنس خادم المصطفى. إخوة الإيمان، لم يكن أنس هو الخادم الوحيد الذي خدم الحبيب المصطفى، خدمه خدم كثيرون، وكم من مؤمن يحب أن يكون خادما لهذا الحبيب. والله لو من الله علي بحياة مع الحبيب لكنت أول من يتشرف بخدمته، وكلكم أفضل مني وأحب أن تكونوا خدماً لهذا الحبيب المصطفى. إذن ما هو الذي يميز أنس عن بقية خدمه؟ أولاً، أنس كان يحمل كثيراً من كنوز السنة والسيرة النبوية، لكن الذي يميزه عن غيره أنه لم يحتفظ بهذا العلم الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ليحتفظه لنفسه أو يكتمه عن غيره، لكنه كان دائما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل ما يعلم عن حبيبنا المصطفى من سيرة وعلم وخلق وأدب. إذن هذا هو الذي ميزه، هذا هو الذي جعله في منزلة أعلى عند المسلمين. إذن الله سبحانه وتعالى إنما حظاه بهذا. ثم ماذا نجد مما تروي جميلة مولاة أنس؟ ماذا تقول؟ تقول كان ثابت، هذا ثابت البناني، إذا جاء إلى أنس قال لها أنس: يا جميلة ناوليني طيبا أمس به يدي أتطيب، فإن ابن أبي ثابت لا يرضى حتى يقبل يدي. طيب لماذا تقبل يده يا ثابت؟ قال: لأنها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك يا الله. وروي أيضا يقول ثابت البناني قال: دخلت على أنس فقلت: رأت عيناك رسول الله؟ قال: نعم. قال: فقبلتهما. قال: فمشت رجلاك في حوائج رسول الله؟ قال: نعم. قال: فقبلتهما. قال: ثم قلت: فصببت الماء بيديك على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فقبلتهما. طيب أي خلق هذا؟ وأي كرم هذا؟ وأي فضل هذا؟ إخوة الإيمان، هذا هو أنس. إذن الأمر الذي أعلى شأنه بالنسبة للمسلمين أنه سمع بعضاً من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهما أحد. إذن تفرد أنس ببعض الأحاديث التي لم يرويها سوى أنس. لماذا؟ لأن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا كثيري الشغف بأن يستمعوا من أنس. لماذا؟ لأننا كما قلنا هذه أحاديث لم يكن مع الحبيب المصطفى أحد إلا أنس. أقبل مرة أنس بن مالك إلى معاوية ابن أبي سفيان وهو بدمشق، فدخل عليه فقال له معاوية: حدثني بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد، مما سبق أن تحدثنا عنه. قال أنس:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان هكذا إلى لخم وجذام، يعني أن الإيمان والإسلام سيصل إلى هذه المناطق البعيدة الشاسعة جدا، إنما هي نبوءة الحبيب المصطفى. سبحان الله، كان لأنس بستان يحمل الفاكهة، لكن غرابته أنه يحمل الفاكهة مرتين في السنة، وكان لهذا البستان ريح له رائحة أطيب من ريح المسك، ثم يقول: والله إن مالي لكثير، والله إن مالي لكثير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بارك له في ماله وولده حتى أنه صعب عليه أن يعدهم. لماذا؟ لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال والولد، فقيل أنه ولد له من صلبه 80 ذكرا وابنتان، إحداهما حفصة والأخرى أم عمرو، ومات له من ولده وولد ولده تقريبا 120 ولد. سبحان الله، هو يقول عن نفسه: إن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو 100 اليوم. لماذا؟ لأن الله دعا له بطول عمر وبركة ولد ورزق. ودعاء الحبيب المصطفى إنما تفتح له أبواب السماء. وطال عمر أنس فعاش حتى مل الحياة واشتاق إلى لقاء ربه، فكان يقول: طال عمري حتى استحييت من أهلي واشتقت إلى لقاء ربي. هذا أنس بن مالك كان آخر من توفي من الصحابة الذين صلوا القبلتين وشهد كل الغزوات، شهد الحديبية وخيبر وعمرة القضاء وفتح مكة وحنين والطائف، كما شهد حجة الوداع. الغزوة الوحيدة التي لم يشهدها هي غزوة بدر. لماذا؟ لأنه كان صغير السن ولم يشهد أحدا، لأنه عندما كان صغيرا كان في بدر كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبلغ بعد سن الرجال حتى يقاتل في سبيل الله. سبحان الله، ماذا أقول؟ يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا. شوفوا كيف يعامل الحبيب المصطفى أنس، وكيف نعامل نحن أبناءنا لنتعلم. يقول أنس: أرسلني حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم لحاجة، نريد أن نقضي له أمرا، فخرجت، لكن عندما خرجت ووجدت صبيانا يلعبون في السوق فلعبت معهم ولم أذهب إلى ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صرت إليهم إذا بي أشعر بإنسان يقف خلفي ويأخذ بطرف ثوبي، فالتفت فإذا حبيب الرحمن محمد يبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أنيس، أذهبت إلى حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله. ماذا نفهم من ذلك؟
أنه لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له إني ذهبت وها أنا قد رجعت، لا، لأنه تربى في حضن النبوة ولم يعنفه الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه صغير وأنه إذا ما رأى الصبية يلعبون يتشوق إلى اللعب معهم، لم يعنفه، لم يضربه كما يفعل الكثير منا. نحن لا نريد أن نقرأ هذه السيرة لنمر عليها مر الكرام، ليتأدب الأب بأدب الحبيب المصطفى، ليغير سيرته وتعامله مع أولاده، ليتعلم الصغار كيف عليهم أن يطيعوا الطاعة عن حب. إخوة الإيمان، دائما أقول في أحاديثي أنك أيها الإنسان في بداية عهدك مع الإيمان عندما تطيع الله تطيعه خوفا ورهبة من عقاب يترصدك ومن نار تكتوي لا قدر الله بلظاها، لكنك عندما تكبر تشعر، تتلذذ بحلاوة الإيمان، تشعر بعظمة هذا الإله العظيم، تصبح طاعتك تنتقل من خوف إلى حب، تنتقل من خوف إلى عشق. عند ذلك أنت الذي تتقرب إلى الله، أنت الذي تحب الإله، أنت تفني عمرك لتجازي هذا الإله العظيم على ما قدم. إذن هذا هو أنس، وهذا هو تعامل الحبيب المصطفى مع أنس صلى الله عليه وسلم. أنس ماذا يقول؟ أتاني معاذ بن جبل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، جاءه بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. طيب، قال أنس، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لا، ليست القضية أن يكذب معاذ، لا، حتى يتأكد، لأنه سينقل هذا الحديث وينقل من بعده إلى ملايين إلى يوم القيامة. فقال، يا رسول الله، حدثني معاذ أنك قلت من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. فقال الحبيب المصطفى، صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ، بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله. إذن إخوة الإيمان، هذا هو أنس بن مالك. لم نأتي على كل أخباره لأنها كثيرة لا تحصى، لكننا أن الوقت أدركنا ولا يسعنا إلا أن نقول أن أنس بن مالك توفي سبحان الله في يوم جمعة من سنة 93 للهجرة، وهو يقول لقنوني لا إله إلا الله، فلم يزل يقولها حتى قبض، وكان ذلك في البصرة ودفن فيها. إخوة الإيمان، حبيب الرحمن يقول، من كان آخر عهده في الدنيا قول لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا إياها عند النزع، عسى أن ننال بها رضاءه، وعسى أن نكون ممن يشرب من حوضه، أنا وإياكم. إخوة الإيمان، هذا علم من أعلام الإسلام تحدثنا عنه، وإن أردنا أن نتحدث عنه أكثر لا وجب علينا أن نأخذ حلقات وحلقات، لكن في كل يوم نريد أن نقف على علم من أعلام الإسلام، عن شخصية بارزة رباها حبيب الرحمن، وأدبها حبيب الرحمن، وعلمها حبيب الرحمن، فكانت خير صديق
وخير تلميذ وخير معين. إخوة الإيمان، نسأل الله أن نتحلى بأخلاق هؤلاء، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لنتحدث عن علم آخر أسهم في إرساء هذا الدين العظيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.